مرحبا بكم من جديد. الحديث متواصل مع ضيفنا العزيز السيد أحمد زودة، الكاتب والروائي المعروف السينمائي. طبعا الحديث عن ذكرى خرم شهر، كيف يمكن أن تكون هذه، إلى أي مدى ممكن تكون هذه رمزة هذه الذكرى ملهمة للأجيال القادمة؟ عندما تكونوا متكئين على الله وتتعودون على ذلك، أن أي مشكلة في العالم أنتم تكونوا في الموقف الحق، ولو كنتم متلبسين باعتبار لباس الأخلاق الإنسانية، أنتم تقول الله في القرآن يقول إحدى أحد الكلام يقول وقوموا جاهدوا في سبيل الله، لكن لا تعتدوا ولا تعتدوا لأن الله لا يحب المعتدين. أنا أعتقد عندما نرى مثل هذه الآيات القرآنية ويقول كونوا إلى جانب الحق، لم يكن لدينا أي دليل أن كنا للاعتداء. أنا أتذكر أن هذا فيلم باص الليل يعني كانت بث في اليابان، واليابان صحفها 11 مليون، وقالوا علينا أن نتعرف ونتعلم من الشعبين الإيراني والعراقي كيف تعلموا أن يكون لديهم سلوك إنساني، في حين نحن لدينا 70 عاما مضى على حرب العالمية الثانية، لكن بعدنا لازلنا لدينا مشاكل مع كوريا الجنوبية والشمالية والصين، ونتعرف علينا نتعلم من بني الإنسان أن نذعن للآخر، وهذا أن لا نقول نتغاضى عن حقنا، ولكن نقول دائما أمثال خرم شهر تعلمنا أن تكون لدينا معنويات إنسانية، وهذا مهم بالنسبة للإنسانية. تحلى بالخلق الإنساني، فالإنسان في القوي هو أن يبقى إنسانا، هذا هو فخر له، ولا أن يكون الشخص خائفا ويقول عذرا، هذا لم يكن، لا، عندما يكون مقتدرا أن يقول عفوا وهو يعفو. نحن نقول أي الإيرانيين كلما أراد الاستعمار أن يأخذ شبرا من ترابكم ولكن لم يتمكن، ولكن عليكم أن لا تنسوا الخلق الإنساني دائما. نحن نعيش في أبادان وخرم شهر مع كل المصاعب، لكننا مرفوعي الرأس، ودائما الشعب الإيراني يجب أن يفخر بهذه الميزة. نحن قدمنا شهداء، وكما قال ممثل الأمم المتحدة، هذا يجب أن يكون رادعا، يعني خرم شهر يجب أن تكون رادعا للاعتداءات. فالغرب إذا ما تعدى علينا كذلك نحن، قد يكون هم يبدأوا الحرب لكنهم لم يتمكنوا من إنهائها. نحن بالرغم من أن أسلحتنا لم تكون متطورة، لكنها هي التي تكون رادعة للمعتدي. يعني بالنسبة للطرف المقابل، نحن نعترف به كإنسان، ونحن كما عملنا حتى الآن فنواصل عملنا أيضا إن شاء الله. يعني كما هو خلاصة وترجمة للحديث النبوي الشريف، المؤمن القوي عند يعني أحب عند الله من المؤمن الضعيف. هذا المقطع من الفيديو فندم يبدو أنه اللي حضرتك، أنا عايزين نعلق على التالي. نعم، نعم، يعني هو عمو كورانج أو ال موزع طبعا الشهير في إيران للأطفال، وطبعا ممثلين مشهورين. يعني
كان هذا لقاء يعني بين ذهبتوا الى احد المدارس الاطفال، يعني عايز انا اعرف القصه كيف تجري. لا نحن في هذا البرنامج السيد طياح طهري عندما كان هذا استشهد في حرب مع داعش وفي 40 ذكرى باعتبار العراق، وقالوا نحن في يوم الثالث من خرداد نريد أن نقم مسيرة سلمية في أسبوع دفاع القدس، بعد 3 أسابيع نريد أن نحتفل بين الشباب الإيراني والأطفال العراقي، والشباب دعوناهم من البصرة إلى الفاو ودعوناهم إلى أبدان وخرمشهر على ضفاف هذا النهر، واحتفلنا بهذا الاحتفال باعتبار نموذج للسلام والصداقة. الكثير من باعتبار الأجانب كانوا قد حضروا من جانب إيران، حتى مقدم برامج الأطفال عمو بورانك ومقدم برامج من التلفزيون العراقي أيضا جاءوا وقدموا هذه البرامج من التلفزيون الوطني من العراق، وحتى من لافقة الأخبار الإيرانية والتلفزيون الإيراني أيضا، وقالوا علينا أن ننسى هذه الحرب وعلينا أن نستفيد من تجاربها. وأقيم هذا الحفل البهيج، والمؤسس له كان هو أحد متضرري ومضحي هذه الحرب التي استشهد مع حرب داعش في العراق، ويذهب في سوريا باعتبار قاتل الدواعش حتى استشهد هناك. إذن هذا سيد صياح طاهري وهو كان عاشقا يعشق الأطفال العراقيين وجاء بهم وعلى مسؤوليته وعهدته. وأنا أذكر أن عند في الأطفال عندما كانوا يعودوا إلى الحدود، أحد باعتبار المسؤول العراقي قال أنا سأقسم بالشرف الإيراني من اليوم والعهد الإيراني والضمان الإيراني. وعندما ذهبوا بعد 3 مرات 4 مرات جرحوا هناك، وبالرغم من كان متقدما بالسن إلا أنه ذهب هناك واستشهد، وكنا نريد أن نقدم مثل هذا الحفل هناك أيضا باعتبار الشهيد المدافع عن العتبات المقدس الذي يكون شهداء الدفاع العراقيين أيضا دفاع عن العتبات المقدس العراقيين هناك، وبدلا أن يريد باعتبار يلقوا الحرب فيما بيننا نحن يجب أن ندافع عن بعضنا البعض. يعني أحاسيس جميلة وذكريات جميلة، وحضرتك أعطتنا في هذه الذكرى وإحياء هذه الذكرى أمثلة واقعية على الإنسان كيف يسمو بنفسه عن الحرب، يعني طبعا أكبر عمل عدواني ممكن يواجهه الإنسان. عموما بشكرك شكرا جزيلا سيد حبيب أحمد زادة كاتب والروائي، وإن شاء الله يكون هناك لقاءات أخرى مع حضرتك ونتحدث عن أفلام حضرتك، في تحدث عن قصص مختلفة. شكرا لك يا فندم على قبول الدعوة مرة أخرى. شكرا لكم. إن شاء الله إذا تمكن هذا باص الليل إن شاء الله تمكن من مشاهدتي وسفينة الصداقة أيضا، وسنواصل هذا العمل إن شاء الله. إن شاء الله طبعا، وأنا بدعوهم أيضا، يعني الفيلم الحافلة الليلية فيلم جميل جدا جدا جدا، وهناك يعني العبقري خصوصا شكيبة ايه مثل فيه كان ابدع في هذا الدور رحمه الله عليه، وعلى كل الشهداء دوره الدفاع المقدس وخاصه تحرير خرمشهر. مشاهدينا ننتقل الى فقره اخرى، لكن نذهب الى فاصل ثم نعود.
مشاهدينا والحديث عن تحرير خرمشهر العزيز، ونعود إلى عاشور كناني. مرحبا بك عاشور مرة أخرى. يعني أريد أن أعرف بهذه المناسبة، هل هناك مراسم، هل هناك احتفالات معينة تقام في مدينة خرمشهر؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة الاحتفالات بدأت منذ أمسية البارحة ولحد الآن ما زالت متواصلة في هذه المدينة وكذلك بقية المدن المتاخمة لهذه المدينة. كما تعلمون مدينة خرمشهر هي تمر بالذكرى السنوية لتحريرها، وأيضا تجرى الاحتفالات على قدم وساق، وخاصة في هذا المكان الذي ما زلنا متواجدون فيه وهو المتحف التاريخي للدفاع المقدس. حقيقة الكلام هو ذو شجون عن مدينة خرمشهر وما تعرضت إليه من حروب ودمار من قبل الجيش البعثي. وكما تعلمون هذه المدينة تصدت للجيش البعثي من ثلاث محاور رئيسية كما ذكرنا آنفا، من محور غرب كارون ووسط كارون ومن داخل كارون أيضا، واستمرت العملية 19 شهرا كانوا هنا الجيش البعثي، حيث استمر أكثر من 19 شهرا إلا أن المقاومة تصدت لهم. نعم. واستطاعت أن تقوم وتعود ويعود الجيش مندحرا إلى عقر داره. طبعا الكثير من المواطنين تعرضوا للهجمات وتعرضوا للأذى، ومنهم من أخذوا أسرى، ومنهم من قتلوا، ومنهم من دمرت بيوتهم، ومنهم من هجروا أثناء أثار الحرب. أيضا يعني كلما رأينا المواطنين كلما قالوا لنا هذا الكلام. للمزيد من المعلومات طبعا لدي ضيف وهو أحد شهود عيان في هذه المدينة والذي كان حاضرا إبان الحرب المفروضة وكذلك في الأيام التي تصدت هذه المدينة للجيش البعثي، وكما ذكرنا آنفا من الذين فقدوا أعز ذويهم خلال الحرب وخلال مدينة خرمشهر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا في مدينة الحمراء، مدينة خرمشهر وقرية المصلاوي، ساكنين هناك بالتالي. حصل يوم ما هجم علينا العراق احنا ما عدنا مدق مشان الحرب وغيرها، احنا جاهزين دولة جمهورية اسلامية، بعدنا ايش قصد حرب ما عدنا حتى نريد نحارب. نعم. الجيش البعث حمل علينا بالليل، يعني هجم بالليل. هجم علينا بالليل واحنا كنا نايمين. الحصل ماما قعدنا الصبح لحقنا الجيش البعثي موجود. الحصل صار بعد هجوم وعوائل وذاك الوقت يقولون صواريخ 5-5 قام يطق على العالم، العالم قامت تصارخ وتشارك. زين، أكثر المحاور الرئيسية اللي كان الهجوم من يا مدينة من العراق؟ من أول الشلامتة عبر وتالي من طريقة اللي يسمونه أم الرصاص قبال السمتار. وعندنا عوائل جماعة من قاعدين بالسمتار، واحد من جماعتنا يقول لما ما حصل ابن بيها الصوب، الصوب ابني أنا برتبني شوي طيب وحتى اللي أقدر أطلع بيه برا يبني الصوب اللي محاصرة المدينة. محاصرة المدينة داخلي. حصل هذا يقول لما ما أنا أسمع الرمي وهاي المعالية ابن الصوب ظلت بغتيها حتى 3 أيام. من بعد 3 أيام ابني توفى، مات نفس البيت اللي قاعد بيه أنا. من مات ابني الحصل قومت عليه دفنته، من دفنته بالليل أخاف أنصر مع تكرمون حس الكلاب. نعم. إيه هذا الكلاب الوحشيات قام حتى بالجسد بالجنايز يرن ويأكلن بيهن. يقول أنا استوحشت حصل يبت يصير الصبح اللي أشهد أنا عوائلي. الحصل طلع يا بعوائله ويا أنا هنا شاهدته وشفته بعينهم هذا البشر من جماعتنا عمومته. قلت شلون بغيت هنا؟ قال هيش قضية صيرت علي. الحصل يبت ويانا للمسجد الجامع، جماعة هنا جمعت واجههم عوائل وإحنا حاصل بها الشر ردناهم على أهالي طلعتهم وديتهم نصبغت بالمحمرة بالديرة بالقرمشار بغوا بنفس الديرة على حلالنا ونص من عوائلنا عبرت بالعبادان. قمت أجي الخاطر المحمرة اللي كل أنفض أهلي يبنهم الصوم. زين. ما صارت الطريقة لحد المقاومة اللي هنا الطريق انقطع. زين، أثناء شيخنا أثناء تصدي المقاومة الشعبية، بما أن هنالك قوة عسكرية من داخل إيران، جيش تصدت للقوات أو الجيش البعثي، هنالك أيضا مقاومة شعبية من قبل هذه المدينة. بلي. كيف تصدت في ذلك الوقت دون أن تملك أي سلاح؟ اللي هنا الأهالي سلاح ما عبيديهم من هاي جولة فلسشوزان التنبل ما يسمونه.